شوفولي ما شاء الله روعتها جمالها. شوفولي كيف ما شاء الله الشكل بيحكي. طبعا ممكن تقدموها مع الخبز او مع الارز حسب ما تحبوا اختياري. راح نسوي لفائف الباذنجان. اول امبارح كنت راح اسوي معاكم مشي البلبل بس ما سويناه، ما اقتنعت صراحه بالوصفه، وانا اذا ما اقتنعت بالوصفه ما بحب انزلها كامله او ما كملت اصلا تصويرها. فباللحم راح اسوي اليوم معاكم لفائف الباذنجان. راح احط لكم الفيديو تبع اللحم وكيف سويته. حضيف عليه بصل، والبصل كتره، البصل قد كميه اللحم. وعندي ملح، فلفل اسود، زنجبيل، وكمون، وكزبره، وعندي هنا تومه، وعندي فلفل رومي وفلفل اخضر. راح اخلط كل المكونات سوا. استنى نسيت اجيب دبس رمان كمان، دائما بنسى. هنخلط المكونات سوا. راح اكبب اللحم كده. أكبب أصابع زي كذا، أصابع صغيرة ورفيعة، عشان راح نقليها بعدين نلفها على الباذنجان. راح أنزل الكفتة اللي عملناها. بعد ما قليت اللحم عندي هنا شرايح الباذنجان المقلية، وطبعا بتكون رفيعة رقيقة جدا عشان نلف فيها اللحم زي ما انتم شايفين كده. حلفها كده وارصه بالبايركس. كمان حبة. راح اكمل كل الكميه وارجع لكم. بعد ما خلصت عندي هنا باذنجان زياده، بس راح ارصه كده عشان حرام ارميه. وهنا كمان حطيت وحده وعليها قطعه كفته مقطوعه، والبطاطا اللي قليتها راح ابدا كمان ارصها كده بين لفايف الباذنجان. أكيد بنقلي السمبوسة يعني، فما عليكم من الصوت. حرصنا كمان شرايح لفلفل رومي وفلفل أخضر لو حابين كمان حطوا حبة. عندي هنا عصير بندورة، 3 حبات بندورة معية أو تقريبا نص كوب، مع رشة فلفل أسود، مع ملح، ملح قليل راح أضيف كمان شوية. لو بتحبوا ممكن مكعب مرق الدجاج، بس خلص ما راح احط. انا راح احركهم واضيفهم على الصينية. راح اضيفه هنا عليه، وراح ادخلها الفرن تتسبك وتتحمر. صينية لفائف الباذنجان صارت جاهزة ما شاء الله. الريحة اللهم اني صائم.
شوفوا لي ما شاء الله روعتها جمالها. شوفوا لي كيف ما شاء الله الشكل بيحكي. طبعا ممكن تقدموها مع الخبز او مع الارز حسب ما تحبوا اختياري.